النهارده وبعد قرار اعفاء الدواجن المستورده من الجمارك اللي كان صدر في نهايه الاسبوع الماضي واللي عمل حاله من الغضب عند منتجي الدواجن، الحقيقه ان الموضوع ده كان عامل ضجه كبيره على مدار الايام الماضيه. في مصادر بتقول ان الحكومه ستعلن قرارها النهائي بشان هذه الازمه، ازمه اعفاء الدواجن المستورده من الضرائب الجمركيه خلال ساعات، وانه يعني حسب المصادر بتقول انه من الممكن ان يتم التراجع عن هذا القرار. هنعرف ده هيحصل ولا لا من السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير واهلا بك سياده السفير. اهلا، مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اولا، هل حقيقي انه الحكومه بتدرس التراجع عن قرار اعفاء الدواجن المستورده من الجمارك ام لا؟ هو اللي حاصل هو ان كان في اجتماع اليوم برئاسه رئيس الوزراء لمناقشه الموضوع ومناقشه ايضا المشاكل اللي بتعوق منتجي الدواجن في مصر، لكن هو لم يصدر قرار في هذا الموضوع يعني بشكل حازم. الموضوع ما زال قيد الدراسه، منتظر صدور قرار نهائي في خلال يوم او اثنين. رئيس الوزراء كلف مجموعه عمل بدراسه الموضوع من كافه جوانبه وبما في ذلك المشاكل التي تعوق صغار منتجي الدواجن في مصر ورفع توصيات بيه. اذا احنا لسه ما نعرفش اذا كان في تراجع ام لا، هناك دراسه لهذا الامر هيتم الاعلان عنها امتى يا فندم؟ يعني خلال فتره وجيزه جدا ان شاء الله هيكون في رد على الموضوع، لكن حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما فيش قرار نهائي. تمام يا فندم، لان المصادر بتاكد ان هيبقى في خلال ساعات تراجع عن قرار الاعفاء للدواجن المستورده، هل ده وارد؟ هل يعني هل هذا الكلام له اي اساس ممكن يكون دار النهارده في الاجتماع؟ ايوه، هو الاجتماع يعني هو الاجتماع ناقش نقطتين. نقطه انه اول حاجه المفروض انه يكون في ضمان لان توفر السلع بشكل منتظم وباسعار مناسبه يعني تتناسب مع مستوى الاسعار الحاليه وتتناسب مع المواطن المستهلك البسيط. في نفس الوقت منتجي الدواجن اعربوا عن بعض مخاوفهم من احتمالات ان القرار ده يكون يؤثر عليهم بشكل ما. رئيس الوزراء استمع اليهم، حصل نقاش، وعد بدراسه الموضوع واحتمالات يعني احتمالين واردين، يعني احتمال انه يتم الالغاء او احتمال انه يتم الابقاء على القرار زي ما هو. زي ما اشرت لحضرتك القرار النهائي لم يصدر بعد حتى الان. طيب ايه بقى تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء النهارده مع وزيري الماليه والتموين بخصوص الاسعار وضبط الاسواق؟ هو ده الاجتماع اللي انا كلمت حضرتك عليه. هو المطلوب انه يكون الانتاج المحلي من الدواجن يكفي لسد احتياجات الاستهلاك. حتى الان في فجوه ما بين الانتاج والاستهلاك، وفي ايضا مخاوف من انه ربما تحدث اي مشاكل في الانتاج انه لا يصل الانتاج الى التغطيه الكامله للاستهلاك، وعلى ذلك ففي هناك حاجه للاستيراد. الاستيراد هدفه هو حاجتين، هو ان تكون السلعه منتظمه متوفره في السوق بشكل منتظم، والهدف الاخر انه تكون بسعر في متناول اليد حسب مستوى الاسعار الحالي. فاذا انه في مشكله في الموضوع فانه الحكومه حتتدخل بطبيعه الحال وتحاول ضبط السوق مره اخرى، توفير السلعه يمكن تقوم هي باستيرادها بنفسها. الهدف الاساسي والاخير هو مراعاة عدم وضع إضافي على المواطن. يبقى خلينا نقول إنه، لأن الناس كانت بتسأل يعني أسباب الإعفاء إيه، طبعا كان منطقيا ممكن نفسره بس خلينا ناخدها بشكل واضح من حضرتك. أسباب الإعفاء من الجمارك على الدواجن المستوردة كانت سببين. السبب الأول هو إنه يكون هناك يعني دواجن كافية لحجم الاستهلاك، لأن الإنتاج المحلي ليس كافي لحجم الاستهلاك، والسبب الثاني حتى تكون متوفرة بأسعار معقولة مناسبة للمواطن. ده مظبوط بالظبط كده زي ما حضرتك أشرت بالظبط. طيب إذا كان الاستهلاك زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، ما هو عفوا الموفر من الدواجن المحلية ليس يعني كافيا للاستهلاك أو العدد المطلوب من المواطنين، وإذا كانت الأسعار فعلا مش مضبوطة إلى الآن، فإذا تم التراجع الحل هيكون إيه؟ هنحل يعني إذا تم التراجع عن الإعفاء
هنغطي الاستهلاك ازاي؟ وهنظبط السعر ازاي بقى؟ هنرجع تاني لنفس الازمه. هو كان في وعود من منتجي الدواجن انه سيتم العمل على يعني سد احتياجات السوق بشكل كامل. وفي وعود ايضا بانه سيتم الحفاظ على مستوى الاسعار الحالي. والا فانه زي ما قلت لحضرتك انه لو ما تمش ده هيكون لازم الدوله تتدخل مره اخرى لفتح الاستيراد، او هي تقوم بالاستيراد بنفسها من خلال وزاره التموين او جهات اخرى بحيث تتوفر الكميه المطلوبه. فهو حتى الان الدوله وعدت انه طيب اذا كان في مشاكل بالنسبه للصغار المنتجين، بالنسبه مثلا معدلات النفوذ ازيد من المعدلات الدوليه، في مشاكل بالنسبه انه في هناك احتياج لتخصيص اراضي اكثر، لانشاء مزارع اكثر، كل هذه النقاط تم تناولها وتم مناقشتها، وهناك مجموعه العمل معنيه ببحث هذه النقاط جميعا. نتمنى ده انه فعلا يتم يعني الوصول للحل الانسب والافضل للمواطن قبل اي حد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم.